مبدئيا انا ايفون يوزر، فاي كلمة حلوة تكون في حق البي 10 بلس تأكد انها تكون طالعة من الشمخ الجواني مع كومبيدياوي ودي او اسبيديا، ودي مقارنة بين البي 10 بلس والايفون 7 بلس. بص، لو هتشتم فخلي شتمتك سبب انك تشوف الفيديو ده للاخر وبعد كده تحكم هل يستحق الشتيمة ولا لا، وانا يا سيدي عامة مسامح. وشوف الرابط الموجود في وصف الفيديو من خلال الضغط على عنوان الفيديو ده اللي هتلاقوا من ضمنها مراجعة البي 10 بلس بشكل مفصل. الاول ما فتحت علبته ومسكته لاول مرة فكرت ان العلبة دي اتحط فيها ايفون وانها جات لي غلط بسبب التشابه الكبير ما بين الهاتفين في التصميم، حتى خطوط الانتنة الخاصة بالشبكات واخدة نفس الشكل. يمكن الاختلاف الوحيد ان البصمة مش دائرية زي الايفون وان في منطقة زجاجية في ظهر البي 10 بلس، لكن على كل حال كماتيريال وجوده تصنيع فبسبب التشابه ده ما تقدرش تقول مين احسن في جوده تصنيع، لان فعلا كلا الهاتفين مخدومين في الماتيريال بشكل حلو جدا. يمكن كنت منتظر حاجه ثوريه اكتر من هو في التصميم زي ما شفت من باقي شركات الاندرويد، لكن لو هتقارن مع تصميم الايفون فهتلاقي ان التصميم في هو افضل وتتفوق هو في التصميم لعده اسباب. ورقه وقلم واكتب ورايا ست الكل. واحد، هو نسخت الحلو من التصميم وفاكست للعيوب. هتلاقي اولا منفذ 3.5 مللي الخاص بالسماعات، ايا كان اسباب عدم اضافته من ابل ده مش موضع الجدال في النقطه دي، لكن هو الى الان محافظ على وجوده. 2، تواجد اي ار للتحكم باجهزه المنزل وده شيء حلو طبعا. 3، وهي الاهم، ان على الرغم من قوه كاميرا البي 10 بلس الخلفيه الا ان مفيش اي بروز للكاميرتين عكس الايفون 7 بلس. 4، تليفونين نفس الحجم لكن البي 10 بلس اقل من الايفون 7 بلس في الابعاد وكمان انحف وكمان اقل في الوزن، بالرغم من ان بطاريته 3750 ملي امبير مقابل 2900 ملي امبير في الايفون، مع ذلك وزن وسماكه اقل. فهيشبوه بجد الهواوي على النقطه دي. فكتصميم، بعيدا ان فخامه التفاحه تكفي وبتزغلل العين لاي حد يشوف الايفون، لان التصميم فعلا هيكون لصالح البي 10 بلس قولا واحدا. وطالما اتكلمنا عن سعه البطاريه في كلا الهاتفين، لكن هنا نظام التشغيل مختلف. هنا الاي او اس يخلي الايفون اللي بطاريه اقل يلعب الدنيا مع البي 10 بلس اللي بطاريه اكبر، فهيديك وقت تشغيل كويس جدا، 7 ساعات سكرين اون مقارنه بالبي 10 بلس صاحب البطاريه الاعلى، لكن هيديك 6 ساعات سكرين اون. اتكلمت عن قوه بطاريه البي 10 بلس وانها مش عجباني في مراجعه الهاتف، لكن يشفع لهواوي الشحن السريع اللي بيشحنها في حوالي ساعتين فقط عكس الايفون 7 بلس اللي بيشحن في زياده عن 3 ساعات. شخصيا الموضوع ده تعبني في بطاريه الايفون لان ابل ما زالت متخلفه في نقطه الشحن السريع، لكن انا ما زلت مقتنع ان بطاريه هواوي سهل تتحل بتحديث، لان فعلا الفرق ما بينها وبين بطاريه الميت 9 اللي البطاريه 4000 ملي امبير حوالي 250 ملي امبير، واللي استخدم الميت هيعرف ان بطاريته ممتازه. فنقطه البطاريه كسكرين اون للايفون وان كان الوقت مش كبير، لكن يتفوق الايفون، اما عن الشحن السريع فيتفوق البي 10 بلس. ممكن يرجع ضعف البطاريه في البي 10 لسبب وعامل كبير جدا وهو الشاشه. لاول مره هو بتضيف في سلسله البي شاشه بدقه 2K عكس الايفون اللي بيجي بدقه اقل وبالتالي توفير اكتر في البطاريه بدقه فول اتش دي. بصراحه وبدون مبالغه شاشه البي 10 بلس افضل من شاشه الايفون، فمين افضل كالوان، مين افضل كتقارب الوان للون الطبيعي، مين افضل كزوايا رؤيه، ومين افضل كوضوح تحت اشعه الشمس، فهو البي 10 بلس قولا واحدا. مش معنى كده ان شاشه الايفون برضه وحشه، لكن في المقارنه يتفوق البي 10 بلس. كمان كلا الشاشتين عليهم طبقه حمايه هي الافضل في السوق، سواء جوريلا جلاس 5 في الهواوي او طبقه حمايه من تطوير ابل في الايفون 7 بلس، لكن تتفوق شاشه الايفون في انها بتدعم 3D Touch، وده بيخلي الشاشه تحس بمقدار الضغط الواقع عليها، انت بتلمس ولا بتضغط، فلو هتضغط هيحس انك عاوز تخلي التليفون يعمل امر مختلف، ولو هتلمس فانت بتتعامل بشكل عادي مع النظام. هو ما نفضتش للنقطه دي وسابتها لابل بشكل كامل، لا، هو عارفه ان الاندرويد كنظام تشغيل ما بيدعمش 3D Touch، فمش هيبقى ليها اي 13 لازمه لو ضفتها بشكل كامل على شاشه الهاتف زي الايفون، وهي اصلا جربت الموضوع ده قبل كده في الاصدار السابق بي 9 بلس وطلعت بلح. ما اقصدش في الاداء، لا 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 لا، في ان ملهاش وظائف كتيره لان نظام التشغيل زي ما قلت ما بيدعمهاش. فهنا هو اتعلمت الدرس، خلت زر الهوم بس زي الايفون هو اللي بيدعم 3 دي تاتش، وده يخلينا ننتقل لزر الهوم في كلا الهاتفين. لكن قبل كده نقول ان الشاشه كشاشه يعني الوان وجوده بي 10 بلس، لكن تتفوق شاشه الايفون في انها بتدعم 3 دي تاتش. اما عن الازرار فهو نقلت البصمه في الامام، لكنها مش مجرد بصمه وهقول لك ليه، لكن كاداء وسرعه مين يتفوق؟ هو طبعا. الشاشه مطفيه، المس البصمه يا دوبك بس تلمس فسوه كده بس تلاقي التليفون فتح. لكن برضه هل بصمه الايفون وحشه؟ والله مش وحشه، لكن انا بقارن فالبي 10 بلس
اسرع في استجابه البصمه، لكن البصمه وزر الهوم بشكل عام هيكون بجداره لصالح البي 10 بلس. قولي ليه؟ لعده اسباب. هو عملت اللي كان نفسي اشوفه من زمان قوي في زر هوم الايفون، انه مش مجرد بصمه وزر يخرجك على سطح المكتب، لا ده انت ممكن تخليه زر الرجوع للخلف لو لمسته لمسه خفيفه، يخرجك بره خالص على سطح المكتب لو ضغطت، لانه ايه؟ بيدعم 3D تاتش، فيحس بالضغطه بتاعتك اعطيله 5. يظهر لك التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه لو سحبت من اليمين او من اليسار، واخيرا يشغل لك مساعد جوجل لو سحبت الاعلى من جنب الزر ده. 4 وظائف بيعملهم زر واحد. طب مش متعود على الوضع ده يا بدياوي، انا عايز ارجع زر النظام العاديه اللي هي دايره مربع مثلث. قشطه مفيش مشكله، الخيارين متاحين ليك وانت تختار اللي يريحك. فبشكل عام حقيقي بعيدا عن جو المقارنات، افضل شركه بتفتكس في نقطه البصمه هي هو، واتمنى اتمنى حقيقي ان كل الشركات اللي بتعمل بصمتها سواء من قدام او من في ظهر التليفون انها تتعلم من هو في نقطه البصمه. ويبقى ما زال التفوق للبي 10 بلس على الايفون حتى في البصمه زر الهوم. طب نروح للذاكره الداخليه، يعني ممكن الايفون يستر بيها نفسه مثلا من الهزائم المتتاليه دي. الحقيقه الموضوع هيكون برضو تاني صفعه قويه لابل من هواوي في البي 10 بلس، مش تاني ايه، ده رابع بقى. البي 10 بلس يدعم 128 جيجا ذاكره داخليه. ايوه 128 جيجا ذاكره داخليه، هي دي النسخه المتاحه عندنا، عكس الايفون الاغلى في السعر بيدعم 32 جيجا كبدايه في المساحه. وكمان البي 10 بلس بيدعم شريحتين او شريحه وكارت ميموري مع ال 128 جيجا. يا ظلمه، فتتفوق هو برضو في الذاكره ودعم الشريحتين، لكن المساحه دي هتكون مطمع انها تخليك تاخد صور كتيره. معايا 128 جيجا يا جدع، فلما قارنت كاميرا البي 10 بلس بكاميرا الايفون هي صعبت عليا نفسي. في تفوق واضح من هواوي في جودة الصور. دلوقتي نقدر نقول هي يا جماعة هواوي عندها فلاج شيب بكاميرا محترمة منافسة. كاميرا الايفون 7 بلس وقت نزولها للأسف ما كانتش أفضل كاميرا، هو تفوقت عليها سواء في الأوضاع العادية أو وضع البورتريه أو حتى الكاميرا الأمامية اللي بتدعم برضو عمل بلور في الخلفية. من وجهة نظري أفضل كاميرا أمامية موجودة حاليا في السوق هي المتواجدة في البي 10 بلس. هو افتكست بشكل حلو في الكاميرا الخلفية. قبل بتعتمد البساطة، هي وضع بورتريه وبلور ثابت وخلصنا، لكن لما تيجي تستخدمه في البي 10 بلس هتلاقي وضع البورتريه أو وضع البلور ليه أوبشنات كتيرة. تيجي نشوف مع بعض. انت ممكن بعد التصوير تتحكم في مقدار العزل، ومش كده وبس، انت ممكن حتى تتحكم في منطقة العزل. ايه ده؟ تغير كل ده بعد التصوير كمان. واخيرا عاوز تضيف كام فلتر على منطقة العزل، ضيف الفلتر اللي يريحك. فبالتالي قولا واحدا ككاميرا يتفوق البي 10 بلس، ولازم دلوقتي لما نقول تليفونات رائدة بكاميرا حلوة لازم نحط البي 10 بلس وسط الكبار. بسبب الساعة الداخلية ال 128 جيجا برضه، فانت اي ابلكيشن هيظهر قدامك هتحمله حتى لو مش هتستخدمه. 128 جيجا يا جدع، لانك مش هتحمل هم المساحة في البي 10 بلس ولا الاداء العام بفضل 6 جيجا رام مقابل 3 جيجا رام في الايفون. لكن هنا لازم نقف، هنا في وقفة. مين افضل في الاداء؟ الايفون. ايه؟ 3 جيجا رام وبروسيسور رباعي الايفون؟ لا بقى، انت هتبدا تطبل الايفون في اخر الفيديو وجرت رجلنا، والله العظيم مش بطبل، بس اسمع مني. الايفون فعلا افضل في الاداء، وده مش ذنب هواوي ولا تقصير منها، هو فعلا اكتدت في البي 10 بلس، لكن ابل بتصمم السوفت وير اللي هو الاي او اس اخف من الاندرويد واكثر سلاسه، وكمان افضل في الدعم، وهو ده الحاجه الوحيده اللي سانده الايفون، واللي بتخلينا كلنا كمحبين لابل اننا نتمسك بالايفون. فابل بتصمم نظام التشغيل بنفسها وبتشرف عليه بنفسها، عكس هواوي هي بتاخد النظام جاهز من جوجل وبعد كده بتضيف عليه الواجهه بتاعتها وخلصنا. وكمان ابل بتصمم المعالجات بتاعتها، فبيكون في تناغم افضل واكبر، وبيكون افضل في الالعاب كسرعه وجرافيك عن اي هاتف اندرويد موجود في السوق، على الرغم من ان الايفون نازل من اكتر من 6 شهور و3 جيجا رام، لكن هتلاقي الفرق واضح حتى في تطبيق رسالة ده انتوتو لصالح الايفون بشكل واضح جدا. 180 الف نقطة مقابل حوالي 136 الف تقريبا في البي 10 بلس. فحقيقي نقطة الأداء تفوق فيها الأيفون مفيش عليها جدال. أما عن مميزات السوفت وير في كلا الجهازين، فكلا الهاتفين بيعملوا بأحدث نسخة من سواء أندرويد أو أي أو إس. المالتي ويندوز هنا يقابله 3 تاتش هنا، الحرية والتخصيص أفضل في الهواوي، الدعم والتحديثات والأمان وجودة التطبيقات وقوة أفضل في الأيفون. في فيديو بيوضح خبايا ومميزات سوفت وير هواوي الموجود في البي 10 بلس، هتلاقوه في وصف الفيديو من خلال الضغط على عنوان الفيديو ده. وبكده يتبقى رأي بدياوي في كلا الهاتفين. بص، سيبك بقى من فخامة التفاحة تكفي الكلام الفاضي ده كله، هو اجتهدت ولازم كلنا نحترم البي 10 بلس ونقدر اجتهاد هواوي.
بدون تعصب، البي 10 بلس هو الجهاز اللي كان نفسي اشوفه كايفون 7 بلس، لانه غطى كل العيوب الموجوده في الايفون 7 بلس. لو انت حابب الاندرويد فالبي 10 بلس هيكون صفقه رابحه وهتوفر فلوسك، لكن لو حابب الاي او اس كنظام تشغيل فالايفون مفيش جهاز تاني هيكون عنده ليك الافضليه عليه، حتى لو بيطير لو بجناحات طالما مش اي او اس برضه هتلاقي ان الايفون هو الافضل، لان دي النقطة الوحيدة اللي مصبرة محبي ومستخدمي ابل على الايفون. فمن وجهة نظري كايفون يوزر مش كبدياوي، البي 10 بلس جهاز رائع، بس لو كان اي او اس حقيقي جهاز اتظلم انه اندرويد. اما من وجهة نظري كبدياوي فهو هاتف منافس في كل حاجة وخيار رائع بسعر اقل، لان النقاط اللي تفوق فيها الايفون تعتبر كل حاجة، يعني حرفيا اخذ الايفون ورا مصنع الكراسي، تصميم، شحن سريع، دعم شريحتين او شريحة وميموري، بالرغم من ان الذاكرة 128 جيجا، شاشة تحفة باحدث طبقة حماية، بصمة خرافية، ده رائع بالنسبة لهاتف اندرويد بالسعر ده، بتكلم 6 جيجا رام واقل من سعر الايفون بشكل ملحوظ. ما تنسوش تشوفوا الرابط الموجود في وصف الفيديو من خلال الضغط على عنوان الفيديو ده، وبكده اكون خلصت، يلا اشتموا بقى. لكن لو عجبك الفيديو وشايف انك استفدت منه فممكن يوصل لك اشعار باحدث المراجعات وقت نزولها من خلال الضغط على اللوجو اللي ظهر لك دلوقتي او من زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو. ما تنساش اللايك للفيديو والشير مع اصدقائك ومتابعتنا على الفيسبوك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.